أنت حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم، بإسلامك ووجودك مسلما وتعليمك واستقامتك، أنت أثر من أثاره عليه الصلاة والسلام. لذلك المؤمن يرى أن أثره ينفعه إذا ترك. اليوم بلغة العصر يقولون إيش؟ ضع بصمتك. يقولون ضع بصمتك، كلمة جميلة، بصمة التي لا يشاركك فيها أحد، لا يشاركك فيها أحد، ضعها في حياتك، لا تذهب من الحياة ولست ولم تعمل شيئا أنت مختص فيه ترجو الله به. هذا أثرك الذي سيبقى ينفعك وينفع بما انتفع به الناس إلى يوم القيامة.